هذه كتسول على الرهن. الرهن تكلمنا عليه مرارا وتكرارا. الرهن اللي كيديروا مغاربة ماشي الرهن اللي في القرآن. الرهن اللي في القرآن بوحده. الرهن اللي كيديروا مغاربة يعني الكراء بالفائدة. رغم نسمى رهن ما هو ماشي رهن. هذاك سميته الكراء بالفائدة. وهذا الكراء بالفائدة الربوية إنما هو ربا. وكل سلف جرى نفعا فهو ربا. لأن الكراء بالفائدة القائمة على السلف. تكلمنا عليه مرارا وتكرارا بالأدلة وبالتفصيل يعني ومسجل عند هذوك الناس اللي كيسجلوا عندهم اللي بغى يسمعوا مفصل يعني بالدرس كامل.